السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ساعات بيبقى جاي معانا ملف اوتوكاد وفي تاج معين مثلا مقاس عمود او مقاس كاميرا، فاحنا محتاجين ان احنا ننقله عندنا في المشروع بتاعنا. فانا بص الطريقة حلوة قوي، اداة جديدة اسمها convert text to tag. ده الملف اهوت، الفريم كلها معمولة او الكاميرا كلها معمولة. هنا التاج مكتوب اهوت B1 B1 B2 وهكذا، موجودة في قلب ملف الاوتوكاد. فاحنا هنحط كل التكست على لاير واحد على اساس يبقى الموضوع سهل في الشغل اهوت. هنعمل امبورت للاوتوكاد اللي هو مفهوش غير التكست. هنعلم عليه ونعمل له تفجير فاصبح كل ده تكست، اصبح كل الموجود دلوقتي تكست. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحول التكست ده لتاج. فبنقول له خد التكست ده وحطه في بارامتر معين اهو، بقى تحطه في المارك. اصبح جنب التكست اصبح فيه تاج موجود خاص بالستراكشر دوت ومحطوط فيه بارامتر اسمه مارك، فده هيوفر علينا وقت كتير قوي.